السلام عليكم، معكم شادي العبادي، واليوم انا عملت واحد من اكبر انجازاتي بعالم الكتب، وهو اني خلصت عالم صوفي. هسه اعتقد ان الكلام ممكن يكون مبين معكوس لان الكاميرا بتعكس، يعني مش مصدق لحد هسه اني خلصته، مع اني قبل جزء نص ساعه خلصته، بس جد مش قادر استوعب اني خلصته. تعرف ليش؟ لانه هذا الكتاب من اول ما اشتريته وفعليا في شغلات غايبة بتصير معي. يعني مثلا اول ما اشتريت عالم صوفي انا اخذت الكتاب بسبع دنانير، تمام؟ بسبعة. لما اشتريت الكتاب وخلصت رحت لواحد عامل بسطة بالمجمع الجديد تاع الزاقة، بين المجمع الجديد والقديم، فشاف معي عالم صوفي فبقول لي كم اشتريته هذا الكتاب؟ قلت له بسبعة، وهو طبعا يبيع بالجملة، يعني كتاب مثلا بكون حقه بليرة بنص ليرة وكذا. فبطلع على الكتب اللي عنده فمعجبنيش ولا كتاب من اللي عنده، بالاخر شفت هيك كتاب مخابش عليه وماكل هوا عن الاساطير، وانتم بتعرفوني مدمن بهاي الشغلات. فجيت مسكته قلت له بكم هذا؟ قاعد يقول لي بلا، قلت له خلاص ان شاء الله ما جاي. اجى صيع علي ولم علي الدنيا وحكى لي انت بتاخذ من الناس بسبعه وبتشتريش مني، وليش بتاخذ من المكاتب بسعر غالي وفيلم هندي. انا على فكره اذا بدكم التفاصيل انا كتبتها كلها على الفيس، هي هي المنشور انا كتبته على الفيس تاع القصه هاي، يعني الملخص تاعها. يعني فالخلاصه يعني من اول يوم اشتريت في هذا الكتاب وفعليا في شيء غلط قاعد بصير معي، بل حتى كيف اني وصلت للكتاب او كيف اني وصلت له هاي برضه فيلم هندي ثاني، انه انا كنت مهتم انك قابل الفلسفة ببساطة. يعني انت بني ادم عمرك 21 سنة، لا حتى انا عمري 22 سنة حاليا، جرب تقرأ بكثير اشياء علمية، جرب تقرأ بالاديان كثير، جرب تقرأ باشياء كثير، فحبيت اني ادخل عالم الفلسفة. ولما جيت ادور على يوتيوب لقيت اغلب اليوتيوبر بيحكوا عن عالم صوفي، فاشتريت عالم صوفي واكتشفت شغلة انه لازم ما ترد علي حدا على النت. ومن الامور المسخة اللي فعليا صارت معي انا بقرأ بعالم صوفي اني صلي سنة كاملة بقرأ فيها، لا جد سنة كاملة. بالسنة هاي عملت مراجعات لكثير كتب، لأنه يعني فعليا عملت مراجعة لكثير كتب، خلصت كثير كتب، عملت فيديوهات، عملت سلاسل، عملت كثير شغلات ولسه ما خلصتهاش، مع أنه فعليا هي تقريبا حوالي أعتقد 500 صفحة. 500 صفحة، 500 صفحة بقى. أنا في العادة أكثر من هيك، بس مع عالم صوفي طول الموضوع. ببساطة عالم صوفي هي تعتبر زي رواية لتاريخ الفلسفة، فهي بتحكي لك أهم أشياء اللي طلعت بتاريخ الفلسفة، يعني أهم الفلاسفة، من وين نشأت الفلسفة، وبتبلش من أولها. يعني بدي أحكي يعني إن هي زي رواية بتحكي إنه في بنت صغيرة اسمها صوفي بتقرأ رسائل عن الفلسفة عن طريق شخص، والشخص هذا كمان أحياناً ببعث بعض الرسائل عن طريق كلب اسمه هامز. طبعاً هامز هو اسم أصلاً إله يوناني مختص بقضية الساعة. بغض النظر، رواية طبعا من الأول لأخرها بتظل تحكي عن تاريخ الفلسفة، وبتبلش أعتقد من فكرة الميثولوجيا اللي هي فعليا الأديان القديمة، إنه فعليا كان الإنسان القديم بالأول يفسر أيضها طبيعية على إنها مثلا غضب من الآلهة، بعدها كتطور العقل البشري لحد ما وصل لأفكار فلسفية عن العالم والكون. وفعلا أنا عندي مشكلة بهاي النقطة، لأنه فعليا هو استدل على تفسير واحد لعلم الأساطير، وهو فعليا النظرة أنه فعليا الإنسان ما كان يعرف، وهي فعليا نظرة قاصرة لقضية الأساطير طول كوني أنا محب إلها، لأنه في كثير مدارس، ولكن بغض النظر عن هاي الجزئية. بعدها طبعا أتكلم عن سقراط، أرسطو، أفلاطون، وفعليا أنا كنت يعني جدا معجب بالأشياء اللي بحكي، بتكلم عن ديكارت، بتكلم عن جميع كثير شخصيات فلسفة. ولكن فعليا المشكلة كانت تعيتها يا رواية، عشان بديش أطول عليكم، ما بعرف هي من الترجمة ولا الرواية نفسها سيئة، مشكلتي إني ما قدرت إني أتصابط بالقصة. يعني مثلا زي ما قلت لكم في صوفي البنت وكانت تأخذ رسائل، وبعدين قلت لكم في فعليا شغلات أنا ما قدرت إني أمسكها. يعني مثلا في بنت اسمها هيلدا، هاي البنت أنا لحد هسه مش فاهم شو دخلها بالقصة، بتصدقوا يعني فجأة بلقيتها بتقرأ إنه بتقرأ بكتاب اسمه عالم صوفي وبتقرأ عن قصة صوفي، فجأة أنا مش قادر أستوعب. وعلى فكرة هاي ممكن المشكلة مش مني، لأني فعليا أنا طولت كمان بعالم صوفي، مش بس عشان مثلا مملة أو هيك، لا أنا عدتها، عدت أول كم من فصل 100 مرة لحد ديكارت، ظليت أعيد كل الفصول اللي قبل ديكارت، عدتهم بجوز 6-7 مرات لحد هسه. في شغلات مش مترابطة كثير، حسيت أنا مش مترابطة، فجأة بتظهر شخصيات فجأة ومملة جدا، الأسلوب جدا ممل بالكتابة. فما بعرف هي المشكلة من دار المنى اللي هم ترجموا الرواية، فهي الترجمة جدا سيئة، أو المشكلة أنا فيها أنا مش قادر أستوعب، مش عارف بصراحة. ولكن لما شفت كمان ناس كثير على النت، كثير منهم كانوا يحكونوا مش قادرين فعليا يطبطوا بالقصة اللي هي القصة المفروض رئيسية اللي بتحكي عن صوفي والبنت اسمها هيلدا والمعلم تاع الفلسفة. ولكن عشان كلمة حق المعلومات الخاصة بالفلاسفة وكمان شرحهم
لا مثلا فلسفة سقراط، فلسفة أفلاطون، المعلومات بعض التاريخية عنهم كانت جدا كويسة. فأنا حتى لما وصلت لديكارت، بل حتى مش لعند ديكارت، لعند وصلت آخر ثلاث فصول بالكتاب اللي هم هيجل وإنزل، يعني باقي الأشياء باقي الشخصيات، فعليا أنا بطلت أهتم لقصة صوفي لأن مش قادر فعليا أركز فيها. فصوت شو أسوي؟ هيك أطلع على كم سطر، أول ما يبلش الكلام عن الفيلسوف أكمل، أما الكلام اللي قبل بطلت فعليا أهتم فيه لأني مش قادر أرتبط بالكلام. النقاش بين صوفي وبين المعلم هذا مش قادر أرتبط فيه، مش فاهم إيش اللي بصير، قاعد بحس حالي كنت ضايع كثير فعليا. أنت مش فاهم أنا وإيش بسوي هون، طب إيش هذا المكان، طب ليش أنا هون، طب مين هاي، مين هذا، ما بتعرف فعليا. الترجمة انا اعتقد انها مشكلة من الترجمة دار المنى، هذا اللي اعتقده انها فعليا المشكلة من دار المنى. انا عندي طبعة 2018 وكمان مكتوب عليها طبعة منقحة، يعني كمان منقحة، يعني مشايلين منها شغلات وكذا ومزبطينها المفروض، يعني مش عارف المشكلة من الترجمة ولا ايش. ففعليا كانت سيئة جدا، ما قدرت ارتبط كمان بقصة صوفي، ما قدرت ارتبط بالشخصية، مع اني فعليا صوفي كأنه اول فصلين كنت قاعد ارتبط فيها. البنت بتحب تسأل، ذكية نوعا ما بالقصة، بتحسها عندها اسئلة كثير فلسفية وكونية، مع انه فعليا برضه انا حاسه بشغله مش منطقيه، واحد غايب ببعث لك رسائل وانت بتردي عليه حسيت الشغله مش مزبوطه. هذا اعتقد انه الواحد الثاني لو لقيت شخص بجد حيعتبره بودوفيليا، فالموضوع كمان مش منطقي، حتى القصه نفسها مش منطقيه. عالم صوت، شوف ببساطه عشان ما بدي اطول عليك لانه انا فعليا هسه خلصتها ولسه مخي وجعني من كثر الاشياء اللي فيها، ولكن نصيحه اخويه مني لك، هاي عالم صوفي لا تسمع الناس اللي بيحكوا عنها يوتيوب، جدا سيئه، سيئه جدا، انت مش هتستوعب منها إشي، يعني صعب جدا انك تستوعبها. صلي سنة بقى فيها مش قادر استوعب، مش بسبب مش المعلومات الفلسفية، المعلومات الفلسفية فيها وهذا الاشياء كانت جيدة، برجع بحكي كانت جيدة، شرحوا للفلاسفة والاشياء كانت جيدة، ولكن لو كانت فقط هذا الكتاب فقط معلومات عنهم كانت جدا حتكون كويس. ولكن قصة صوفي اللي اصلا مبني الكتاب على اسمه، وفي الاخر في لحظة مخ على فكرة بالنسبة لعالم صوفي هذا الاسم، في لحظة مخ بالاخر مبدأ حاجة، هذا الموضوع يعني مشكلة. يعني انت الشخصية الرئيسية هي وهي ذيك الثانية اسمها هي اللي لو شو اسمها، الشخصيات هي ما بتقدر تتطابق معهم، صعب. يعني انا شفت واحدة اسمها هاي نضال اذا بتعرفوها، تكلمت عن كتاب، قاعدة تحكي عن صوفي انها كانت شخصيتها نوعا ما لمضة ومش عارف، يعني بتعرف اللهجة المصرية كيف. فنصيحة مني اذا بدك تقرأ اشي بالفلسفة لا تجيب عالم صوفي، عالم صوفي لا تجيبها، سيئة جدا. ممكن الترجمة اللي عندي تعدها المنى ممكن فيها المشكلة، ما بعرف، لان انا سمعت كمان ناس، كانت واحدة اسمها يوتيوبر كان اسمها بيان، بس هي لسه سكرت قناتها، كانت عاملة بث فيه كمان وتكلموا عن عالم صوفي، تكلموا حكوا الترجمة سيئة جدا كمان. فما اعتقد انه بس انا اللي شفت هذا الموضوع، فخلاص ما ثاني، شوف جيب اي كتاب ثاني عن تاريخ الفلسفي احسن من عالم صوفي. عالم صوفي ممكن البعض يحبها، ولكن انا شخصيا شايفها جدا فاشلة، يعني صدقا شفتها جدا فاشلة. نعم فيها معلومات جميلة، نعم شرحوا لبعض الأشياء اللي بالفلسفة جدا كويس، شرحوا مثلا لكلام فرويد، أنا عجبني إني بحب العلم النفسي كثير، بحب العلم النفس، وبعضه عن داروين كان كويس ومكثف، بس بعضه يعني ديكارت مثلا ما أعطاه حقه، وهذا شيء طبعا أكيد يعني عشان أظل فلاسفة وكبار مثلا، مش إنه شغلات صغيرة بس، وسقراط مثلا وهي الأشياء ما أعطاهم لا حقهم. أنا بصراحة حاسس إن المشكلة من الترجمة، أنا عدت الكلام كثير ولكن أعتقد المشكلة بالترجمة. فعشان هيك أي مرة ثاني بعيد، لا تشتري عالم صوفي، عالم صوفي مش كويسة، ولكن إذا صار وقعت بإيدك فحاول تتجنب الكلام تاع صوفي، كلام صوفي لا تقاهوش، كلام هيلدا وكلام هامز وكلام حتى الفيلسوف، القصة الأساسية اللي عليها الرواية طنشها، نط على الكلام الفلاسفة، نط مثلا على تاريخ مثلا ديكارت مثلا، وين ولد، وين هاي الأشياء، شو حياته، شو أبرز إنجازاته، وهي شغلة تقرأها، أما القصة الأساسية انسى جد، انسى، لا حتفيدك عقليا ولا مبدئيا. حتى اسئلة صوفي، حتى ماشي بنت صغيرة وكذا، حتى اسئلتها للفيلسوف كانت غبية جدا، يعني مش اسئلة يعني حتى شخص يعني مثلا بحب يسأل ويتعلم، لا كانت اسئلة بنت صغيرة، وهي بنت صغيرة بس كانت غبية يعني كشخص يعني بقرأ قاعد. واتمنى تكون كلامي عجبكم، وعن جد طلعت عيني هاي هذا الكتاب، فعشان هيك انا شوي ملخبط. وحاب اعرف شو رايكم بهاي عالم صوفي للقاء، يعني حاب اعرف انتم شو وجهه نظركم فيها، هل هي كويسه، هل المشكله انتم يعني ما شفتوا فيها مشكله، هل انتم مثلا عجبتكم،
يعني انا عارف ان في ناس بيحبوها، يبقى اجعوا بيحكي كلامها عن الفلاسفة كويس، بس كلام صوفي فيها والنقاشات بينها وبين الفيلوس فيلسوف، وكمان كلامها محلدة والهامز الكلب والام فاشلة جدا وبايخة ومملة، مملة جدا، عدتها بجوز 5 مرات لحدث. على كل زي ما حكيت قبل شوي، اتمنى اشوف تعليقاتكم وايش رايكم فيها انتم كمان، طبعا رايكم انتم مهم كثير عندي، بالنسبة لي مهم عشان اشوف اذا الناس اللي بتابعوني مثلا بتطبقوا معي بوجهات النظر بحكيها بالكتب ولا لا. وان شاء الله اشوفكم بالفيديو الجاي، وصحيح اذا كنت كمان شخص مهتم بالفلسفة رشح لي كتب بالفلسفة بتحكي عن تاريخ الفلسفة، لانه بصراحة هذا الكتاب نعم كويس في معلومات وكذا، ولكني معتز برضه بدي كمان فلسفه، بدي افهم اكثر عن الفلسفه ناس وكذا. فاذا انت مثلا تعرف الفلسفه رشح لي كتب بالتعليقات، تكون انت قراتهم كمان مش تجيب كتب من النت. وشكرا للجميع والسلام.